في افتتاح اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن استجابة دول العالم للتعامل مع هذه الجائحة لم تكن متساوية، معتبرا أن معدلات الإصابة اختلفت من دولة لأخرى وإن أصابت ما يقارب 10% من سكان الأرض. عن آخر المعطيات حول انتشار كورونا وتفاصيل التعاطي مع هذا الفيروس نتابع هذه الشاشة التفاعلية معك رجاء. 10% رقم كبير جدا ربما. طيب 10% هي توقعات لاحتمال إصابة عدد كبير من سكان العالم بفيروس كورونا رغم الإجراءات الاحترازية وإغلاق رغم الأسواق كل شيء وهو ما يتجاوز الأرقام المعلن عنها نوف. صحيح. أهلا بكم مشاهدينا. في آخر المعطيات المتوفرة حول انتشار كورونا فيروس وأيضا في تشخيص للوضع الوبائي الحالي عبر العالم، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 70% من جميع وفيات وإصابات جائحة كورونا المستجدة تتركز في 10 دول معظمها في أوروبا وأمريكا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم في افتتاح اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة أن استجابة دول العالم للتعامل مع الجائحة لم تكن متساوية، معتبرا أن معدلات الإصابة لم تكن بالدرجة نفسها في مختلف دول العالم. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أيضا أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب 10% من سكان العالم وهو أكثر من الأرقام المعلنة رسميا، وطالب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم بتسريع إصلاح المؤسسة الدولية للتعامل مع التحديات الصحية. وإلى جانبه أعلن مدير قسم الطوارئ في المنظمة مايكل راين أن نحو 10% من سكان العالم الذين قد يكونوا قد أصيبوا بالفيروس يعادل حوالي 780 مليون نسمة، في حين أن الأرقام المعلنة رسميا تشير إلى أن عدد الحالات يزيد عن 35 مليون إصابة. وبخصوص المجهودات التي بذلتها المنظمة العالمية من أجل محاصرة الوباء، تحدث المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم عن توفير الاختبارات التشخيصية ومعدات الوقاية وتوزيعها على أكثر من 150 دولة عبر العالم في سابقة تاريخية. من جانب آخر، عملت منظمة الصحة العالمية سعيا للحد من تفشي فيروس كورونا على توزيع أكثر من 400 وثيقة استرشادية لكيفية التعامل مع الفيروس منذ ظهور الوباء، وعملت بالتعاون مع أكثر من 600 شريك لتوفير العلاجات وأيضا 74 مانح من لتوفير احتياجات مختلفة الدول. وتمكنت المنظمة حتى الآن من تسجيل أكثر من 12,000 مريض فيما يقرب من 500 مستشفى في 29 دولة في إطار تجربة التضامن العلاجي. وفي وقت تواصل فيه مجموعة من البلدان الاختبارات السريرية من أجل تطوير لقاحات ضد كورونا فيروس، لا تمتلك العديد من الدول الموارد اللازمة لإنتاج لقاحاتها الخاصة، وقد كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل أسابيع إطلاقها بالتعاون خصوصا مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي آلية عالمية للحصول على لقاح ضد كوفيد-19 باسم كوفاكس، وقد انضمت أكثر من 60 دولة غنية إلى هذه الآلية التي تم وضعها من أجل تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وبحسب المنظمة فإنه بإمكان أكثر من 90 بلدا الوصول أو كيانا عائدتها محدودة أو متوسطة الانضمام إلى هذا الإطار لضمان حصولها على اللقاح، ويذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الصين ترفضان حتى الآن المشاركة في هذه الآلية. ولتسريع الوصول العادل إلى كل وسائل مكافحة وباء كوفيد-19، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن الهدف هو الحصول على 2 مليار جرعة من اللقاح بحلول عام 2021، بحلول أواخر عام 2020. وتبدأ منظمة الصحة العالمية وشركاؤها بتوقيع اتفاقات رسمية مع صانعي اللقاحات بهدف الحصول على الجرعات المطلوبة. أما بخصوص التمويل فلم تتلقى الأمم المتحدة سوى 3 ملايير دولار من أصل 38 مليار دولار مطلوبة من أجل تمويل هذه الآلية. وبخصوص الأسعار التي من المرتقب أن يطرح بها اللقاح ضد كوفيد-19، كشفت سو ميدلتون رئيسة الاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية ولقاحات الاتحادات في أوروبا أن جرعة اللقاح ضد مرض كوفيد-19 الذي يجتاح العالم ستكلف ما بين 5 و15 يورو. ويحدث هذا في وقت أعلنت الحكومة الصينية أن لقاح فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19
19 سيكون جاهزا لعامة الناس بين شهرين نوفمبر وديسمبر، وقالت إن تكلفة اللقاح قد تصل إلى 88 دولارا، أي ما يعادل 600 يوان صيني. وقد أكدت الحكومة الصينية على أنه لا حاجة لإعطاء اللقاح لكل شخص، وأن الأولوية ستكون للأشخاص الذين يوجدون في الواجهة. نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة.